يتوج بو صقر بهذا الكأس الغالي، وهذا الكأس في هذا المهرجان الغالي يستاهلون الأشقاء في سلطنة عمان هذا الفوز، ولا يستغرب على ميدان الأبيض. إذن متابعين الكرام، فرحة عارمة عساها تدوم طويلا بحضور سيدي معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار سيدي صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجنة العربية الأصيلة. يأتي أيضا تتويج من قدم لنا الحنيش محمد بن علي بن راشد بن كليب الاكتبي، ويأتي مهير بن كليب الاكتبي أيضا ليستلم كأس الحنيش. الفائز معنا في شوط القعدان الأول وقاطع مسافة 5 كيلومترات بتوقيت زمني وقدره 7:32.4 من الثانية. شكرا لسموه الكريم على هذا التتويج.